قضية موقف العلماء. ما زلنا في رحمة ده من دي من بركة الإمام البخاري. يعني احنا اتكلمنا الآن على بهجة النفوس وهي متعلقة بالإمام البخاري، وحنتكلم الآن قدرا على موقف العلماء من أحاديث صحيح الإمام البخاري، علشان نشوف الأحاديث دي تفيد العلم ولا ما تفيد العلم. القضايا اللي فاتت خاصة لمن لم يكن قد شرفنا بحضوره، الأحاديث الموجودة بين دفتي الصحيحين، طبعا أصبحت كلمة الصحيحين تنصرف ذهنيا واجتماعيا وعلميا على كتابين لا ثالث لهما. دي أصبحت علم، حين تسمع كلمة الصحيحين ينصرف ذهنك تلقائيا إلى صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، لا ثالث لهما. كما أننا إذا قلنا الشيخان هذا الحديث أخرجه الشيخان، وأنت مغمض العينين ينصرف ذهنك تلقائيا إلى الإمام البخاري وإلى الإمام مسلم. هذا إذا كنا في علم الحديث. فإذا كنا نقرأ في تدريب الراوي، أو كنا نقرأ في شروح الحديث، وهذا النص أو هذا الحديث رواه الشيخان، لا يمكن أن ينصرف الذهن إلا إلى عالمين البخاري ومسلم. لكن إذا كنت في مقام التاريخ والسيرة، يبقى المراد بالشيخين هما أبو بكر وعمر، ولكل مقام مقاله. إذن الآن كما قلت منذ قليل، تلقت الأمة كتاب البخاري ومسلم بالقبول. لكن هنا أثار العلماء قضية حول هل الأحاديث الموجود، وده يدل على حركة العقل المسلم وتفكير العقل المسلم. العقل المسلم ليس من شيمه الركود وليس من شيمه الخمول، لا، هو يفكر دائما. أثار العلماء قضية حول أحاديث الصحيحين. هذه القضية تتلخص لكي نبني عليها بقى، هل أحاديث الصحيحين نظر لتلقي الأمة للحديث بالقبول، هل تفيدني علما أو تفيدني ظنا؟ تفهمون هذا؟ والله العلم غير الظن، العلم غير الظن. الظن فيه صلة قرابة بالشك، الظن فيه صلة قرابة بإيش؟ بالشك. والأمر إذا كان مشكوكا فيه، هل يلزمك العمل به؟ ما يلزمكش العمل به، لأن القاعدة عندنا الأمور تبنى على اليقين، وما اليقين؟ إنه العلم. القاعدة الشرعية عندنا إيه؟ الأمور تبنى على اليقين. اوعى تعمل بأي حاجة مشكوك فيها، لا. لذلك الإسلام يحريص على أن يوضع الشك تحت النعل، ملوش قيمة الشك عندنا. هب أنك تسير في الشارع فوجدت طرف ثوبك مبتلا بالماء، أصبحت أنت موسوس، هل هذا الماء ماء طاهر أو ماء نجس؟ لا يا سيدي، اقطع الشك باليقين واعتبره ماء طاهر، إلا إذا تأكدت على الأقل 95% إن دي ماء نجسة، أقول لك اغسل الثوب. إذا لا إيه، ولذلك لك إيه، استصحاب الأصل، القاعدة الشرعية بتاعتنا استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على إيه، على ما كان. قاعدة مهمة احفظوها لكي تطبقوها، استصحاب الإيش؟ الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان. ولنضرب لذلك مثالا أو مثالين لكي تطبق القاعدة، لأن احنا كما قلنا بنعمل بالأصل. أنت استيقظت من نومك، المفروض بعد استيقاظك من النوم الحمد لله
الحمد لله رب العالمين، نهديكم الأصل وغفر الله لنا. المفروض بعد استيقاظك من النوم أنك تذهب إلى قضاء الحاجة في دورة المياه، ثم تتوضأ، ثم تصلي، هذا هو المفروض. لكن بعض الظروف أحيانا تفرض عليك أنك تدخل المطبخ لتقضي مثلا لك كوبا من الشاي. أنت ذات يوم استيقظت من النوم، ثم خشيت على فوات المحاضرة، أو خشيت على فوات القطار، أو فوات الطائرة، فتعجلت في نومك، قلت ما آكل لقمة أو كذا وكذا. وبعد أن جاء أذان الظهر قلت الله، يا ترى هل أنا توضأت، هل أنا توضأت قبل أن أتناول طعام الفطور أم لا؟ أصبحت شكا، أصبحت شك. أقول لك طبق القاعدة، القاعدة أنت متأكد أن أنت استيقظت من النوم ودخلت الإيه؟ المطبخ، هذا أنت متأكد ولم تتوضأ، إذن أترك الشك واستصحب الأصل. الأصل في الوقت ده عدم الوضوء، تقوم تتوضأ. لو القضية بالعكس، لو عكست القضية، أنا خرجت، أنا استيقظت من النوم ومتأكد تماما أنني توضأت وعلقت الفوطة على المشجب، أنا متأكد أنني توضيت، ثم جاء وقت الظهر فشككت، يا ترى وضوئي انتقض أو لا، هل انتقض وضوئي أو لا؟ أقول لك إيش، استصحب الأصل، استصحب الأصل عندي إيه؟ الأمر الذي أنا متيقن منه. إيه اللي أنا متيقن منه؟ إن أنا متوضي وعلقت الفوطة على الشماعة، لكن شككت في إيه؟ هل انتقض وضوئي أم لا؟ أقول لك استصحب الأصل، ها؟ وترحل إيه؟ الشك وإبقاء ما كان. من أين أخذ العلماء هذه القاعدة أو هذا الحكم؟ من حديث عبد الله بن زيد حين شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، شوف كلمة يخيل إليه، أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، لا ينفتل، في رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن الإنسان لن يخرج من الصلاة إلا بإيه؟ إلا بيقين، إلا بيقين. إذن الآن أنا عندي فيه يقين، فيه يقين. الذي يرشد إلى اليقين العلم أو الظن؟ العلم. إنما الذي في مقام الظن هو الشك، هو الشك. إذن بدأ العلماء يثيرون قضية حول أحاديث الصحيحين، هل أحاديث الصحيحين تفيد علما أو تفيد ظنا؟ ولكل وجهة هو مولي. الإمام ابن الصلاح وهو إمام الصناعة الحديثية وإمام علوم الحديث تردد في حياته، مرة قال ده القطع، تفيد القطع والعلم واليقين، تفيد الإيه ولا تفيد الإيه؟ الظن. وبعد شوية فكر من خلال الأدلة فقال تفيد الظن، لأنها أخبار آحاد، ده ابن الصلاح، تفيد أخبار، تفيد إيه؟ الظن. رجع مرة ثالثة بيراجع حساباته، شوف دي برضو اوعى واحد يفهمها على إنها انعدام شخصية، لا مش انعدام شخصية، ده بالعكس، ده بتدل على إطالة الفكر، طول ما فيه فكر يحصل فيه إيه؟ تجدد، تجدد. لكن إطالة الفكر مبني على قواعد، فابن الصلاح في الأول قال أفادت إيه؟ العلم واليقين والقطع، وبعد كده بعد نظر الله ده أخبار أحاد، وأخبار الأحاد تفيد الظن، فأقول بالظن. بعد فترة تبين له، بعد ما يقول أنا كنت متصور إن أنا على الحق أنها تفيد الظن، قال تبين لي أنها تفيد القطع، وساق من الأدلة ما يؤكد أن أحاديث الصحيحين إيه؟ تفيد العلم والقطع واليقين. تعرفوا يقول الكلام ده ليه؟ لكي ما دامت هتفيد علم هتوجب علي الايه؟ العمل. ما دمت انا ايقنت ان المعلومه دي صحيحه يبقى واجب علي اعمل بها ولا مش واجب؟ واجب علي.
وهل الأمة مطالبة، أليست الأمة مطالبة بضرورة العمل بحديث رسول الله؟ ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا أفادت الأحاديث إيه؟ القطع واليقين. ولذلك هو جه قال إيه؟ إن أحاديث الصحيحين تفيد القطع والعلم واليقين لتلقي الأمة، شوف العبارة جميلة، لتلقي الأمة للكتابين بالقبول. هذا ويقول كده هذا التلقي، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. ما دامت أمة محمد وهي في إجماعها معصومة من الخطأ تجمع على أمر، أليس في هذا الإجماع دليل على صحته؟ بلى. فإذا إجماع ابن صلاح كده، إجماع الأمة على تلقي الكتابين بالقبول أفادني علما، وما دام أفادني علما ها فرض علي ضرورة الإيه؟ العمل بما فيهما. وبدأ يخلص إلى إن أحاديث الصحيحين تفيد الإيه؟ العلم، وتوجب العمل. طيب، لكن أعطى حقنة أو إبرة أو إشارة، قال ما عدا الأحاديث المنتقدة عليهما. ما احنا قلنا إن من خدمة العلماء للبخاري ومسلم ذات مسألة الإيه؟ النقد، نقدوهم، واحنا قلنا نقد بناء مش نقد هدام. وعدد الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم حوالي 210 حديث، 210. يبقى ابن الصلاح استثنى من هذا الحكم الأحاديث الإيه؟ المنتقدة عليهم. ده وجهة نظر مين؟ ومشي معه ناس وعلماء، لأن احنا بنعتبر حقيقة ابن الصلاح هو الأم لهذه الصناعة الحديثية، زي أي عالم النهاردة في العلوم الطبيعية بنعتبره هو استشاري، هو أستاذ، هو خبير. فلماذا لا نفعل هذا مع أئمتنا وعلمائنا؟ فكان ابن الصلاح هو خبير الصناعة الحديثية. جالنا الإمام النووي بعده، وده أول عالم بدأ يتعامل مع المقدمة بتاع ابن الصلاح. خالف ابن الصلاح، وده يدلك على إن النووي ليس إمعة، هو تلميذ، أو ليس تلميذ، إنما هو تربى على عرش إيه؟ المقدمة، ولكنه ليس بإمعة. لو كان إمعة كان يمشي وراء ابن الصلاح حيثما سار. ابن الصلاح يقول أحاديث الصحيحين تفيد القطع، المفروض النووي يقول إيه؟ تفيد القطع زيه. إن ما في اجتهاد يقوم النووي لك ما في اجتهاد، لا، ده النووي عالم جهبذ متمكن أيضا. قال لا، أنا لست مع ابن الصلاح، أنا لست مع ابن الصلاح في قضية إن أحاديث الصحيحين تفيد الإيه؟ تفيد لا، أنا مختلف تماما. فأحاديث الصحيحين عندي، بل عند المحققين والأكثرين من العلماء تفيد الظن، تفيد الإيه؟ القضية الأمر الآن مختلف، ودول وهما عالمان، ابن الصلاح في كفة ومن تبعه، والإمام النووي حكى هذا الرأي عن المحققين من أهل العلم، والمحققون من أهل العلم قلة أم كثرة دائما؟ قلة، المحققون من أهل العلم قلة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر، إذن الأكثرية مش محققة، إنما القلة هم إيه؟ فبيقول أن إن المحققين والأكثرين من أهل العلم قالوا بأن أحاديث الصحيحين تفيد الإيه؟ الظان. الله، لكن كيف تقول لما كيف ترد على ابن الصلاح في قوله بأن تلقي الأمة للكتابين بالقبول أفادني إيه؟ قال لك لا، ده المفروض ابن الصلاح يقول إن تلقي الأمة للقبول ملوش علاقة بالعلم، إنما أفادني ضرورة العمل، ضرورة العمل، وليس الإيه؟ وليس العلم.
فالشيخ الشيخ النووي خد بدل ما يقول علم قال ايه؟ اذا تلقي الامه للكتابين بالقبول عند ابن الصلاح افاد علما ضروريا، وتلقي الامه للكتابين بالقبول عند الامام النووي افادني ايه؟ عملا. قال لي لا، ما دام الامه اجمعت اذا المفروض علي الثمره العمليه. لكن هو يقول كده، لكن احاديث الصحيحين احاد تفيد الظن، تفيد الايه؟ الظن. اذا احنا امام طيارين، وطيارين متحركين بمعنى الكلمه. لما جانا ابن القيم بدا يعني يوزن الامور وزن جميل، يقول والله يعني ما دام هو عاوز يجنح لابن الصلاح بس باسلوب اكاديمي باسلوب علمي. ده مين؟ ابن القيم، له كتاب اسمه الصواعق المرسله. قال يا اخي ربنا خلق لي عقل، دلوقتي اخبار الاحاد دي ايه رايكم؟ ده ابن القيم. اليس هناك خبر احاد، خبر احاد يوجب العلم والعمل معا، مع انه خبر ايه؟ احاد. يقول اليس في اخبار الله سبحانه وتعالى وهو الفرد الاحد الصمد يفيدني ايه؟ علما، علما. يبقى في اخبار احاد تفيد الايه؟ ضروري، ضروري. ثانيا، اليس في خبر رسول الله وهو واحد، وهو واحد يفيدني علما ضروريا؟ بلى. ده كلام مين؟ ابن القيم. قالنا، قال كمان تعالوا، لو الصحابي وهو لا يكذب نقل إلي خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس في خبره هذا إفادة للعلم؟ تفهمون؟ ده ابن القيم يريد أن يصل إلى أن الأخبار اللي موجودة في الصحيحين تفيد إيه، وما دامت تفيد العلم. واستدل على ذلك، قال لك تعالى خبر تميم الداري، وده في صحيح مسلم، خبر تميم الداري جاء للرسول وقال له يا رسول الله أنا راكب السفينة رأيت في البحر رجلا كبيرا غليظا يداه مغلولتان إلى ظهره مربوطتان بالجنازير وضوافره كبيرة جدا. وبيتكلم على حديث معروف اسمه حديث الجساسة، واحد فقط أخبر الرسول بهذا الخبر، واحد فقط، فصدقه الرسول، وخبر هذا الرجل أفاد الرسول علما، لدرجة أن الرسول طلع على المنبر، على المنبر وأخبر بما أخبر به تميم الداري. يعني لم يقل الرسول إن الله أوحى إلي أو قال لي الله كذا، لا لا لا، إنما قال حدثني إيه. وإذا العلماء بيعتبروه من منطلق رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الإيه؟ ما في مانع عندنا أن التلميذ يروي عن شيخه، هذا رسول الله روى عن مين؟ عن تميم الداري. إذن يريد ابن القيم وغيره أن يخلص إلى أن الخبر إذا كان واحدا وله شروط معينة يفيد علما ويوجب العمل به. حقيقة قضية أنا حين أنظر إليها، أنظر إليها من منطلق أن العلماء، علماء المسلمين وعلماء الحديث يفكرون ولا يحاكي بعضهم بعضا. ولذلك هنا جاءنا ابن حجر فتكلم في المسألة كلاما قويا جميلا جدا حول أحاديث الصحيحين المتلقاة بالقبول. قال والله أنا عندي أي خبر، أي خبر أحد، أي خبر أحد إذا احتف بقرينة، أي خبر أحد، شوف بقى مدرسة تانية خالص. يبقى المدرسة الأولانية اللي قالها ابن الصلاح أنها تفيد الإيه؟ القطع. المسألة الثانية بتاع النووي، الإمام النووي قال تفيد الإيه؟ الشيخ ابن حجر قال لأ، أنا لا مع هؤلاء، ولا أنا بجيب لكم مدرسة تانية، وهو أن خبر الآحاد أيا كان موقعه، شوفوا الجمال بقى، أيا كان موقعه، بمعنى إيش؟ سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين، إذا احتفت به قرائن، إذا احتفت به قرائن انتقل من درجة الظن، لأن جميع العلماء متفقون، ودي قضية مهمة جدا، جميع العلماء متفقون سلفا وخلفا
على أن خبر الآحاد حتى لو أفاد ظنا يوجب العمل، ضرورة عمل به. إنما الخلاف الآن في إيه؟ حول إفادته العلم، العلم أو الظن. فابن حجر قال متى يرتقي خبر الآحاد إلى إفادة ها؟ والله إذا كان فيه قرائن، كان فيه إيش؟ قرائن. لو وجدت القرائن ارتقى الخبر من درجة الظن إلى درجة الإيه؟ إيه يعني قرائن خارجية محفوفة بالخبر. هب أن إنسانا نظر إلينا من وراء هذا الشباك مثلا، من وراء هذا الشباك، وقال لنا إن رئيس الوزراء في شارع الأزهر كمثال، هذا الخبر خبر أحد. هب أن اثنين أو ثلاثة قالوا لنا إن رئيس الوزراء في شارع الأزهر، هذا الخبر فيه ظن، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، أليس كذلك؟ لكن أنا الآن في مقام شك، لكن فرضنا جدلا أننا سمعنا سيارات شرطة أو سيارات حرس أو سمعنا هرج أو مرج، أليس ذلك قرائن على أن هناك شخصية كبيرة في الشارع؟ دي اسمها إيه؟ قرائن. هب أن إنسانا قال لنا إن هناك حريقا في المكان الفلاني، هذا خبر أحد، خبر أحد. لكن من الممكن يكون إيه؟ فيه ظن وممكن يكون فيه علم. لكن إن شممت رائحة حريق، شممت رائحة حريق، ألا تعتبر ذلك قرينة على صدق الخبر؟ هب أنني سمعت سيارات إسعاف أو سيارات مطافي أو سمعت صياحا، ألا يعتبر ذلك من القرائن اللي ترفع الخبر من درجة الظن إلى درجة الإيه؟ اليقين. ولذلك ابن حجر جاب لنا معلومة جميلة، قال والله لو خبر الآحاد أيا كان موقعه احتفت به قرائن ارتقى من درجة الظن إلى درجة اليقين. طيب من هذه القرائن إيه يا ابن حجر؟ قال وجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما، هذه أول قرينة. إذن وجود الحديث في أحد الصحيحين أو في أحدهما ده قرينة، علامة على أن المعلومة تفيد الإيه؟ تفيد العلم. لماذا؟ لأن أولا لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول كما قال ابن الصلاح وكما قال النووي، ولأن البخاري ومسلما اشترطا في إخراج الحديث شرطا دقيقا جدا، وأنهما لا يخرجان إلا ما صح، ألا تعتبر ذلك قرينة؟ وهكذا. إذن بدأ ابن حجر يضع لي ضوابط في إفادة خبر الآحاد، العلم أو الإيه؟ أو الظن. تعرض بقى لقضية الأحاديث المنتقدة، الأحاديث هي المنتقدة، فبدأ يقول دي أنواع الأحاديث المنتقدة، أنواع، وبدأ يتكلم على أنواع الأحاديث المنتقدة، لأنه رحمه الله ورضي الله عنه عمل فتح الباري وعمل له مقدمة ماتعة أو ممتعة أو رائعة أرجو أن تكتحل بها أعينكم لتروا الجمال فيها. جاء بالأحاديث المنتقدة حديثا وبين وجه النقد ورد عليه وأرجع الأمر إلى نصابه، وذكر في هدي الساري إحنا لما بحب نألف كتاب بنعمله مقدمة 10-12 ورق 20-30 ورق، لكن ابن حجر يعمل مقدمة للفتح أكثر من 600 صفحة. المقدمة زاخرة وزاخمة. ومن هنا فإن الأحاديث المتكلم فيها في الصحيحين ابن حجر قسمها كم قسم؟ 6 أقسام. يريد من وراء ذلك إيه؟ أن ينافح وأن يدافع عن مكانة الصحيحين، وسيتبين لنا في غالب الأحيان أن الحق كان مع البخاري وأن كلامه راجح وكلام المعترض مرجوح، لكن بأدلة. هذا إن شاء الله ما سنتعرض له في لقائنا القادم يوم الاثنين في أقسام
أو الأحاديث التي انتقدت على الشيخين باعتبارها ستة أقسام. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قم في الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.